ينضم معنا الآن من بغداد معن الجبوري خبير عسكري. سيد معن، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مساء الخير. سيد معن، إذن التحالف يعلن وقف عملياته العسكرية في العراق رغم تهديدات داعش المستمرة لاستهداف العملية الانتخابية، ما السبب برأيك؟ نعم، تحية لك وللسادة مشاهدي قناة الفلوجة. حقيقة هي ليس وقف العمليات العسكرية أو وقف نهاية التعاون ما بين القوات الحكومية العراقية والتحالف، إنما فقط العمليات البرية. قيادة القوة البرية أوقفت نشاطها لكي توصل رسالة إلى العالم والرأي العام أن العمليات العسكرية المهمة القتالية ضد داعش قد انتهت، أي أن لا تعد هناك مدن مسيطر عليها من قبل داعش، لم تعد هناك مساحات جغرافية محددة مسيطر عليها داعش، إنما هذا لا يعني نهاية العمليات لداعش. داعش لا يزال موجود كما جاء تلميحا في تقريركم في كثير من المناطق، خصوصا مناطق صلاح الدين وديالى وحتى كركوك والموصل باتجاه أعالي الفرات وغرب الرمادي والحدود السورية عمقا داخل الأراضي السورية. إذن هناك داعش موجود، والقوات التحالف اللي موجودة في العراق بالتعاون مع القوات العراقية لا تزال عملياتها مستمرة، سواء عن طريق الطلعات الجوية، عن طريق المعلومة الاستخباراتية، عن طريق الاستمكان والرصد. هذه كلها العمليات لا تزال دلالة على أن داعش موجود. فقط هي رسالة أرادت الحكومة الأمريكية بالتعاون مع الحكومة العراقية أن توصل مرحلة إيجابية، رسالة إيجابية بأننا وصلنا إلى مرحلة جيدة من حيث أن العمليات العسكرية الكبرى قد انتهت في العراق، وهناك مرحلة جديدة للقتال مع داعش. نعم، يعني إذن هي رسالة إيجابية. طب ألا تعتقد أن هذه الرسالة قد تؤدي مثلا إلى توسع النفوذ الإيراني في العراق، وما تأثير ذلك على العملية الانتخابية؟ ليس هناك ربط حقيقة بين النفوذ الإيراني في العراق وبين هذه الخطوة التي أقدمت عليها قوات التحالف الدولية. نحن نعلم أن بضعة مئات وحتى بضعة آلاف من القوات الأمريكية في العراق لا علاقة لها بالخلاف الذي إن حصل ما بين التلميحات التي يلمح بها بين الفينة والأخرى الرئيس الأمريكي ترامب، والخطوات أيضا التي أقبل عليها من تغيير قيادته من الحمائم إلى الصقور. على سبيل المثال آخرها كان وزير الخارجية الأمريكي بومبيو وحتى وكالة المخابرات الأمريكية. هذه العمليات التصعيدية لا تتأثر ببضعة مئات أو بضعة آلاف. هناك سبع قواعد استراتيجية أمريكية الآن موجودة في العراق، إضافة إلى ما هو موجود في الأردن وسوريا وتركيا. إذن العملية لا علاقة لها في التمدد. الوجود الإيراني موجود بشكل أيديولوجي في العراق، موجود هناك أذرع ومجسات للحكومة الإيرانية وللقوات الإيرانية في العراق، ولا يمكن أن نقارن هذه الخطوة بأنها تعطي فرصة أكبر لإيران. إيران تتوقع هنا أكثر من إجراء من قبل ترامب والحكومة الأمريكية منضوية معها قوات أوروبية، وهذا أيضا تطور جديد في السياسة العالمية. كثير من الدول الأوروبية الآن ساندت موقف ترامب وأعلنت أن إيران تتجاوز الخطوط المتفق عليها في إجراءات التفاعل المفاعل النووي، ثم في التدخل الإيراني في الشرق الأوسط. نعم سيد معن، فهذه العملية لن تؤثر على سير العملية. سيد معن، فقط اسمح لي أن أعلق سريعا على ما أضفته، أنه لا يمكن أن ننكر أن التحالف، أن واشنطن كثيرا ما اعتمدت هذا الأسلوب أن ترسل رسائل إلى إيران من خلال وجود التحالف في المنطقة. أنتقل الآن إلى السؤال الآخر.
في ظل هذه المعطيات، هل تعتقد أن العراق قادر على حماية حدوده، خصوصا مع استمرار العمليات على حدوده مع سوريا واستمرار وجود داعش في تلك المنطقة؟ نعم، لنتفق أن القوات العراقية حقيقة الآن تمتلك الخبرة والمهنية والعدة والعدد من حيث أنها تستطيع السيطرة على الحدود العراقية السورية والحدود الأخرى، وطبعا هذا كله بإسناد ومساعدة كما ذكرت قوات التحالف الدولية. هناك المعلومة الاستخباراتية، هناك الطلعات الجوية، هناك التنسيق الدولي المشترك بين العراق والدول الإقليمية في المنطقة، طبعا بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية. كل هذا يعطي العراق فرصة أكبر. إنما الآن داعش عملياته العسكرية ليست كما كان سابقا، لا يمكن أن يعود ويحتل مدن أخرى أو يهدد مدن بكاملها كما حدث في عام 2014. الآن داعش يقوم بعمليات تكتيكية مختلفة هنا وهناك، يتحرك بمجاميع صغيرة ضمن مساحة جغرافية محددة، إنما هو يختبئ في جبال ووديان وهضاب، ويستطيع التنقل ويستطيع أن بين فترة وأخرى أن يقوم بعمليات مباغتة، الغرض منها طبعا إيقاع، إضافة إلى إيقاع الخسائر والجانب الإعلامي ليدلل أنه لا يزال موجود ولا يزال يستطيع أن يقوم ببعض العمليات. ولكن على الصعيد الاستراتيجي الحدود الآن تحت السيطرة للقوات الحكومية بمساعدة قوات التحالف الدولية. سيد معن، ألا يمكن أن يستغل داعش هذا الإعلان ويعود إلى ما سميته العمليات التكتيكية أو العمليات التي يهدف من خلالها أن يقول الإعلام أنني موجود والعملية الانتخابية هي أسلم وأحسن وقت للقيام بمثل هذه الدعايات؟ نعم، كل شيء متوقع سواء قبل مرحلة الانتخابات أو أثناءها أو بعدها. طبعا داعش أيضا يمتلك الخبرة في التعامل أيضا مع هذه المجريات والتي الأحداث التي أحيانا قد تسبب نوع من الخدر أو الهاء للقوى الأمنية، أو هناك القيادات حتى الرسمية مشغولة إلى حد ما بالصراع الانتخابي بالتنافس الحامي الوطيس الآن على الواقع، وتستثمر هذه. إنما هذه الحقيقة الحالة لا يمكن أن تغفلها القوات الاستخباراتية، القوات الحكومية وقوات التحالف الدولي كما ذكرت، حيث ستكون هذه القوات على أهبة الاستعداد طيلة هذه الفترة من أجل قطع الطريق على داعش أن يقوم بضربات محددة ونوعية من غرض إرباك الوضع في يوم الانتخابات، ومن أجل أن يخلط الأوراق وأيضا يرسل رسالة إلى العالم بأنه لا يزال موجود. نعم سيد معن الجبوري، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من بغداد، شكرا جزيلا لك.